إلهي، أنا أتمتع بك كل لحظة من حياتي، إنك تحبني كثيراً، فأنت معي وقت فرحي، حزني، قوتي، ضعفي وألمي. لا أتعجب من تدبيرك لحياتي، فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي. لذلك أسلم حياتي بين يديك، تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية، لأن تدبيرك فاق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك في العقول. أمور حياتنا مش دايما بتمشي بطريقة الطبيعية، ساعات بتحصل حاجات معاكسة ومحيرة، الواحد بيبقى مش عارف يعمل ايه، طب يتصرف ازاي. تعالوا نشوف القصة بتاعتنا. القصة بتاعتنا مع خادم طبيب، والخادم ده عايش مع ربنا في حياة حلوة ومتزوج وعنده أولاد وعايش في علاقة بالكنيسة، مرتبط بالقديسين، يحب القديسين هو ومراته وعياله، وحاسس بإيد ربنا جنبه ومعاه على طول. هو في يوم من الأيام نازل عشان يعني يشوف عربيته ويشوف يبتدي شغله، فنزل كان معاه شنطتين، قرب من العربية في جيبه المفتاح السمارت الذكي ده، وأول ما قرب العربية اتفتحت من غير ما يطلع المفتاح، وفتح شنطة العربية وحط فيها الشنطتين بتوعه وقفلها، وراح بقى عشان يشوف شغله. شغله كان في مستشفى قريبة من البيت، قال أمشيها الموضوع بسيط. فعدى الأول على كافيتيريا يشرب حاجة وشرب، وبعدين راح رايح على المستشفى عشان يشوف عيان من العيانين، هو عمل له العملية وعايز يشوف يتابعه. راح وشاف وخلص كل حاجة، وبعدين قال لازم أخلص بسرعة، ده أنا عندي محاضرة في الجامعة، أنا علي أن أنا أقول محاضرة. فراح بسرعة على العربية بتاعته عشان يركبها، وبعدين قرب العربية، العربية ما اتفتحتش، الله، حط ايديه في جيوبه ما لقاش المفتاح، الله، طب ازاي، الله، راح فين المفتاح، ما كان في جيبي، الله، لسه انا كنت جنب العربية، لسه ما فيش من شوية صغيرين من نص ساعة أو ساعة إلا ربع وانفتحت العربية، الله، يكون وقع مني؟ طب وقع فين وإزاي؟ قال أرجع الكافيتيريا تاني. راح وقعد يفتش 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 ما لقاش حاجة. راح على المستشفى برضه قعد يفتشوا ما فيش حاجة. وبعدين نزل بقى ومش عارف يروح فين. قالوا الحقني يا رب، أرجوك أرجوك، المفتاح راح فين؟ يا رب وتشفع بالقديسين، العذراء يا عذراء تعالي وتشفع بابو سفين. قال لي يا ابو سفين احنا اصحاب من زمان، ارجوك تعالى، ارجوك شفت المفتاح راح فين؟ الله، وهعمل ايه؟ ولو المفتاح ده راح، طب ما اي حد ياخده يسرق العربيه. لا لا، اتدخل اتدخل يا ابو سفين، يلا يا عذراء تعالي. وبعدين راح برضه عمال يبص في السكه في الشارع يكون واقع، لا ما لقاش المفتاح. وصل للعربية، العربية مقفولة. وبعدين قال أرجع تاني، وراح تاني فعلا وبص على الكافيتيريا وبص على المستشفى، ما فيش. قال خلاص ما فيش حل دلوقتي، أنا خلاص وقت لازم ألحق. فراح رايح بقى على
البيت بتاعه عشان يجيب المفتاح الاحتياطي اللي عنده في البيت. وبعدين طلع البيت عنده ولقى حماته قال لها صلي لي صلي لي. قالت له مالك؟ قال لها المفتاح بتاع العربية بتاعي ضاع مش عارف فين، يعني صلي عشان لا لأن أي حد هيجيبه ممكن يسرق العربية. وخد المفتاح بسرعة الاحتياطي ونزل. نزل للعربية وبعدين جه في باله أرجع أبص على العيان تاني عشان حالته مش كويسة. هو ماشي كده على رجليه عشان يروح المستشفى اللي جنب بيته، لقى حماته بتتصل بيه. قال لها أيوه في حاجة يا طنط؟ قلت له أنا لقيت مفتاح مش عارف هو ده ولا لا، صوريه. راح مصورها له وقالت له لا هو هو ده، لقيتيه فين؟ قالت له لقيته قدام تمثال العذراء اللي وراها صورة أبو سفير، لقيت المفتاح قدام العذراء على طول. لا هو هو. طب اسمعي عشان بس اتأكدي اطلعي. لقيت له ده باين في حتة كسر صغيرة. لا معلش مش مهم، بس اطلعي كده على البلكونة واتكي على المفتاح وشوفيه هيفتح العربية ولا لا. وفعلا طلعت فوق في البلكونة واتكت عليه، العربية اتفتحت ونورت. قال طب خلاص اقفلي وخلاص خليه عندك. اشكرك يا رب اشكرك يا رب اشكرك يا عذراء اشكرك يا ابو سفين، ايه ده اللي بتعمله معايا ده؟ وبقى مبسوط جدا بنعمة ربنا. ازاي جابوه؟ منين؟ وقع في الشارع، وقف فين؟ المهم جابوه وحطوه في بيته، في بيته قدام العذراء وقدام ابو سفين. في عجب اكتر من كده؟ نعمة ربنا عجيبة جدا في كل وقت. لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا ان تنالوه فيكون لكم. القصة بتاعتنا واضحة في انه القديسين بيعملوا حاجات عجيبة عجيبة للي متصاحب عليهم. والسؤال انت اذا كنت مؤمن او انت هتآمن بشفاعة القديسين، ارجوك تصاحب عليهم، حد يبقى في ايده النعمة دي ويهملها. طب ما انت اللي خسران يا اخي. الصاحب انت مين صاحبك؟ اوعى تقول لي ما عنديش. ولو ما كانش عندك اي حد من القديسين اصحابك، ما تصاحب على حد. القديسين موجودين ومعانا، اتصاحب على حد. كان ليك صديق من القديسين يلا اقعد معاه واتكلم معاه واطلب شفاعته وصلواته، هيكون معاك في اي زنقه هيكون معاك. وبكده انت بتستفاد ان يبقى في علاقه مع القديس وتقتدي وتتعلم من حياته ومن فضائله. ومن ناحيه تانيه هيكون معاك في اي احتياج. قوم ابتدي في علاقه حلوه مع القديسين، اطلب ربنا وتشفع بالقديسين، هتفرح. ده التدريب بتاعنا، انك انت تطلب شفيعك كل يوم يكون معاك عشان تتمتع بصداقته ويكون معاك في كل احتياجاتك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.